دلوقتي نروح مع حضراتكم لجامعة بنها، ونظمت امبارح احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. خلال الاحتفالية تم استعراض محاور المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. احنا في جامعة بنها عندنا الاحتفالية الخاصة اللي بنعملها سنويا، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد. احنا النهاردة موجودين علشان نقول ايه هي المهام الوظيفية اللي قامت بيها جامعة بنها، ايه هي الجهود اللي قامت بيها جامعة بنها في سبيل نشر اجراءات قيم النزاهة والشفافية. النهاردة بالرقابة الإدارية بالقليوبية وفي وجود سيادة اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرحلة الثالثة اللي هي في الفترة من 23 إن شاء الله حتى 2030. احنا في جامعة بنها داعمين جدا جدا للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. احنا في جامعة بنها حريصين على ان الطالب يكون لديه من الوعي الكافي للوقاية اولا من الفساد ثم مكافحته، وفي نفس الوقت نقدر نكفل لابنائنا الطلبة ومنسوبي جامعة بنها ان احنا نحقق الاهداف 17 الخاصة بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.